لتحليل أبعاد هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط الدكتور عبد الفتاح بلعمشي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش. مساء الخير دكتور بلعمشي. كما كان متوقعا إذا ترامب يقرر الانسحاب من الملف النووي الإيراني بل ويقرر فرض أقصى درجات العقوبات في إطار مجموعة يعني من الخيارات التي كانت موضوعة أمامه، ترامب في لغة السياسية الخاصة إذا وعد وفاء ومضى في قراره إلى النهاية رغم الاستشارات التي قدمت له. بالفعل سي عبد الله، هو القرار الذي كان مرتقبا والذي استنفر العديد من التحركات الدبلوماسية بالخصوص بالنسبة للدول الموقعة على هذا الاتفاق والتي هي فرنسا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا. الآن ترامب هو يعيد إنتاج سياسة خارجية للولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن كل التدابير التي كانت في السابق والتي تعتمد على الجهاز الإداري في اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات. ترامب لم يستمع أيضا إلى أصوات داخلية تثنيه عن اتخاذ هذا القرار التي تعتبر بأنه اللهم أن تكون هناك مجموعة من الضوابط بخصوص الملف النووي الإيراني على ألا تكون بالمطلق. ولكن السياسة الخارجية يبدو للرئيس الأمريكي الآن هي تتجه في التخلي الكامل عن كل الاتفاق المبرمة في اتفاق يعني الملف النووي الإيراني في 2015 في فيينا، وهو يريد أن يعود إلى سابق السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر إيران بالإضافة إلى مجموعة من الدول هي محور للشر، هي عقيدة في السياسة الخارجية يتبناها الآن ترامب بشكل واضح وبشكل مباشر، وهو ما يربك أيضا حسابات الدول الموقعة. نلاحظ أن أصوات اليوم في ترقب هذا القرار في فرنسا مثلا أصبحت تتحدث عن ضرورة تراجع فرنسا نسبيا بشكل معين عن هذا الاتفاق، وبالتالي فهو الآن يريد أن يمضي في سياسة مواجهة، في سياسة هجومية تجاه ما تقوم به إيران في منطقة الشرق الأوسط، وسيعيد السياسة الخارجية الأمريكية إلى سابق عهدها. لا يوجد ما يمنع بطبيعة الحال في القانون الدولي من الانسحاب من اتفاقية دولية بهذا الحجم، بل إن الاتفاقية المتعلقة بالملف النووي الإيراني هي نفسها تبين وتبرز سبل الانسحاب من هذه الاتفاقية. وبالتالي فالمرتقب الآن هو ماذا ستقوم به الدول الخمس الأخرى في اتجاه هذا الواقع الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن إيران تتحدث على أن هذا الانسحاب لن يؤثر على علاقة إيران في المضي في ما اتفق عليه في اتفاق 2015. أتساءل معك دكتور بلعمشي، يعني الآن يعني هذا القرار هل يضع جميع المتدخلين في هذا الاتفاق في دائرة مجهولة؟ هل يبدو أن ربما ثمة استراتيجية محددة لدى الرئيس أو الإدارة الأمريكية بشأن ما سيأتي لاحقا؟ تساؤل ماذا سيحدث في انتظار رد الفعل الإيراني كذلك الذي جاء متوعدا. روحاني رئيس قبل قليل قال إن الولايات المتحدة نقضت العهد أو الاتفاق، وقال أنه سينتظر موقف الأوروبيين قبل الحسم. هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو لاحظ كما أشار في عديد من تصريحاته على أن هناك ثغرات بأن هذا الاتفاق غير كافي وغير متوازن بالنسبة لثني إيران على عدم تخصيب اليورانيوم وعدم المضي في المخطط النووي الذي كانت تقوم به. ويجب أن نعلم أيضا أن هذا الاتفاق يسمح لإيران باسترجاع العديد من الأموال التي كانت مجمدة بحكم العقوبات السابقة، وأيضا يسمح لها بشراء الأسلحة بضوابط محددة. اليوم يجب أن ندرس الموضوع في شموليته، ما يقع الآن في منطقة الشرق الأوسط والتجاذب الذي يمكن أن نتحدث عنه في التقارب الأمريكي السعودي هو يؤثر بشكل أو بآخر على العلاقات الإيرانية الأمريكية. وإن لم تكن هناك علاقات دبلوماسية مباشرة، إلا أن منذ دخول الولايات المتحدة في محادثات الاتفاق النووي
الإيراني سنة 2006 مع جورج دبليو بوش إلى اليوم لم تكن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، ولكن الوضع يبدو أنه في تطور معين ويذهب في اتجاه كفة علاقات أمريكية خليجية أقوى وسعودية نعم. تحديدا أقوى من العلاقات التي كانت تنوي نعم. إيران المضي فيها من خلال هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الفتاح بالعمشي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، كنت ضيفنا من الرباط.